بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كثير من الأخوة والأخوات يسألون عن فوائد الزنجبيل، وهو أمر مذكور عند أهل البيت عليهم السلام بما يكفي. ومن أهم فوائد الزنجبيل على الجسم هو تخفيف وتخفيض السكر في الدم. الزنجبيل يساعد بشكل واضح على استخدام الأنسولين بشكل أفضل، ويساعد في تحسين مستوى السكر في الدم. فإذا ماذا عليك أن تستخدم الزنجبيل لتخفيض نسبة السكر في الدم؟ كذلك يساعد الزنجبيل على الحد من نمو السرطان، أعاذنا الله وإياكم. فجزيئات النشطة بيولوجيا الموجودة في الزنجبيل قد تمنع نمو بعض الأنواع من السرطان، مثل سرطان الجلد، سرطان الكبد، سرطان الثدي، سرطان المستقيم، سرطان المعدة، سرطان البروستات، وسرطان المبيض. لذلك تناول الزنجبيل جدا 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 مهم كغذاء يومي بالنسبة لهذه القضايا. كذلك يعمل الزنجبيل على تخفيف الالتهابات، وكذلك محاربة الجراثيم. يعني تساعد المركبات الموجودة في الزنجبيل على إبادة الجراثيم ووقف نمو البكتيريا في الجسم، يعني سواء كان في المعدة أو كان ظاهر البدن. كذلك كما قلنا، يعني تخفيف الالتهابات، يخفف تناول الزنجبيل ألم العضلات بمرور الوقت، الالتهابات الناجمة من التهاب المفاصل وهشاشة العظام. كذلك يحافظ على صحة الفم الزنجبيل. يساعد الزنجبيل على منع نمو البكتيريا في الفم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالتهاب اللثة. في خدمتكم إن شاء الله تعالى لجميع رسائلكم، إن شاء الله تعالى لجميع رسائلكم عفوا، وفي خدمتكم برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.